أنارت سماء بيت لحم معلنة بدء احتفالات عيد الميلاد. أضيئت الشجرة ومعها وجوه الحضور الذين حرموا من المشاركة في هذه المناسبة الخاصة لعامين. مدينة المهد تزينت بحلة متجددة ورسالة السلام فيها ثابتة لا تتغير. نتمنى السعادة، وهذه رسالة سلام ومحبة ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن للبشرية جمعاء. نريد لأرض السلام أن تكون فعلا يعم فيها السلام، وأن نعمل جميعا وموحدين من أجل أن يتب السلام، من أجل إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لينعم بدولة مستقلة. نشعر بسعادة فاق الطبيعة هذا العام بأننا بدأنا رويدا رويدا وشيئا نحو الانفراج، نحو السعادة، نحو الحرية التي أعطيت لنا من السماء. نتضرع إلى طفل المغارة بأن يعطينا السلام والمحبة. من كل أرجاء الأراضي الفلسطينية توافد هؤلاء إلى ساحة كنيسة المهد للمشاركة في هذه المناسبة. أما بلدية بيت لحم فقد نظمت العديد من النشاطات الثقافية، ولكن بسبب الجائحة شاركت العديد من الفرق الأجنبية عبر تقنيات الفيديو بعد أن كانت تملأ هذا المسرح. عنا كتير اللايتس هذا اللي فوق رح يكون في أشكال بترمز للميلاد من ملائكة. البرامج الموجودة كمان هي نوعية، وطبعاً الشجرة نفسها، الإضاءة، الفاير ووركس بالآخر. حتى لو فاير ووركس مش رح يكون فاير ووركس عادي، في له أشكاله. كل مرة بنحاول ننتقي إشي جديد. والولاد كتير انبسطوا، ولما شافوا الفتيش يعني فرحة كتير كبيرة. وإن شاء الله كل الناس كل سنة وهم سالمين، وإن شاء الله تكون سنة حلوة على الجميع وسنة خير وبركة. فرحة كتير كبيرة خصوصاً إلنا ولولادنا. أولادنا صراحة يعني ابني بالنسبة له يعني يمكن أول مرة بشوفه. مدينة بيت لحم هي أولى المدن الفلسطينية التي حاصرها الفيروس، وتكبد قطاعها السياحي خسائر تتجاوز ملياري دولار حسب وزارة السياحة. وما إن تنفست الصعداء حتى ألغى آلاف الحجيج من حول العالم حجوزاتهم بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا. عانقت هذه الشجرة أجراس كنيسة المهد، مهد المسيح. ورغم الحصار والكساد الذي سببته الجائحة، إلا أن المدينة تصر على أن تبرق رسائل محبتها وأمانها بالصحة والحرية والسلام. ثروة شقراء الحرة، بيت لحم.